لو حابب مجال التصميم فلازم تكون ملم جدا ببرنامج التصميم الانشائي ساب 2000. وفي برنامج التصميم الانشائي ساب 2000 هنتكلم عن مقدمه عن الفاينايت اليمنت ميثود وتصميم الكاميرات وتصميم البلاطات سواء سوليد سلاب، فلات سلاب، هولو بلوك، بانل بيم. وهنتكلم برضو عن تصميم الاعمده سواء معرضه لاكسيال فورس او احمال افقيه. وهنتكلم برضو عن تصميم الستيرز، وفي الستيرز هنتكلم عن الاندور ستير والاوت دور ستير والفاونديشن. في الفاونديشن هنتكلم عن الايزوليتد والكومباين والراف والستريب والستراب والريتيننج بول. كل ده ان شاء الله هيكون مع بعضينا في كورس التصميم الانشائي باستخدام برنامج ساب 2000. معاكم مهندس عبد الله اسماعيل فوزي، شغال في شركة ليدر، انستراكتور في مركز لير. انتظرونا في تراك الساب بي ان.